فإني أنا الرب شافيك. خروج 15:26. هل المؤمن يمرض؟ فعلا ناس كتيرة سألتني هو المؤمن بيمرض؟ بكل تأكيد المؤمن زيه زي أي إنسان عادي في الدنيا. ولما نمسك كتابنا المقدس يكفينا أقول لك إن الرسول بولس كان عنده شوكة في الجسد، تيمساوس كان عنده أمراض في معدته، شيء طبيعي جدا. وفي الإعلان العظيم اللي قدامنا في خروج 15 لما الرب يقول لشعبه فإني أنا الرب شافيك، لما يقول لشعبه أنا الرب شافيك يبقى الشعب ممكن يحصل إيه؟ أي إنسان يمرض. لكن الشيء اللي يسعدنا النهاردة إن الرب يعلن عن ذاته لشعبه، يقول لهم أنا الرب شافيك. عارف كلمة شافيك يعني إيه في اللغة العبرية؟ الفعل يشفي أو شفى هو في العبري رفا. وأنا ليه بقول رفا؟ عارف ليه؟ لأن العبري قريب من العربي. وزمان أنا معرفش موجود دلوقتي ولا لأ، كان في محلات اسمها محلات الرفا، لما القميص يتقطع أو البنطلون نوديه محلات الرفا عشان يرفيه، يعني يخلي الأنسجة تبقى زي بعض. الرفا دي متاخدة من الكلمة العبرية، لأن كان في عندنا ناس يهود كتير في مصر واتاخد نفس الاسم. فرفا يعني شفا، يعني يجعل الأنسجة تلتئم. واحد من أكبر الأطباء قال أنا أجري العملية لكن الله هو اللي بيخلي الأنسجة تلتئم. صدقني فاللي هقوله لك النهاردة وهو بيقول أنا الرب شافيك، هو شافي أمراض الجسد وأمراض النفس وأمراض الروح. كان نفسي أستطرد في حاجات كتيرة لكن أقول لك أنا أصلي لك النهاردة إن الرب يشفي أمراض النفس اللي عندك. من أخطر الأمراض الوهم، القلق، الخوف. عارف الحاجات دي بتعمل إيه في أجسادنا؟ يكفينا أقول لك إن كان في 3 ضباط أيام هتلر منفذوش أوامره بالحرف، فحكم عليهم بالإعدام وقال لهم أنا بقى هعدمكم بطريقة غريبة. حط كل واحد في غرفة وغم عينيه، قال له أنا هعدمكم بأن سأطلق عليكم الغاز السام. وفي كل غرفة كل واحد متكتف في الكرسي وحط نوع من الموسيقى تحسسه أن فيه كأن غاز سام بينزل الأوضة، وهم كلهم متغمين. بلا مبالغة التاريخ يذكر أن بعد 2-3 ساعات هتلر مشي، لقى 2 بيصارعوا مع الموت، واحد مات. بعد كام ساعة تاني كانوا كلهم ماتوا. قال أنا عايزهم يتعذبوا ويموتوا، يموتوا من عقولهم. تخيل إن كل عقل، تخيل إن في غاز سام على طول بينبعث إليه من الغرفة، فبدأ الجسم يفرز إفرازات معينة. وبعد 6 ساعات ماتوا 3. أصلي إن الله يشفيك من القلق، من الوهم، من الخوف، وتبقى سليم معافى جسدا ونفسا وروحا، والرب معك.